يوجد بعض من الشباب الواعي يتعصب لأشياء قد تكون صدمة أو صدمة لدى الشباب الضعيف الذي في أمس الحاجة إلى موجه، ومن هذه الأشياء أن يقصرون ثوبهم تقصيرا قد يصل إلى التشدد. هذه مسائل طفيفة، مسائل طفيفة، المهم أن يحذروا من الإسبال. فإذا كان الثوب من نصف الساق إلى الكعب هذا كله جائز، أعلاه نصف الساق كما جاء في الحديث سيرة المؤمن، والنهاية الكعب لا ينزل عن الكعب. ما دام الثوب من نصف الساق إلى الكعب فلا إنكار في ذلك، ولا ينبغي إنكار في ذلك، بل هذا محل جواز من النصف إلى الكعب، ولا يجوز أن ينزل عن الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين فهو في النار. وتوعد المسبلين أن لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر لهم عذاب أليم، فلا يجوز إسبال تحت الكعب، ولا بأس أن يكون فوق الكعب إلى نصف الساق، هذا محله. ولا ينبغي التشديد في هذا ولا التزمت في هذا، بل ينبغي في هذا التسامح وعدم الإنكار على من رفع إلى نصف الساق، وعدم الإنكار على من نزله إلى الكعب، لا هذا ولا هذا. هذا في الإسبال جاء في حديث رحمه في ضعف، وجاء في حديث آخر ما يدل على صحة المعنى، ولكن المقصود المفروض من ذلك التحريم من الإسبال، وليس معناه أن يعيد الصلاة، إنما أمره بإعادة الوضوء من باب التشديد والتحليل، ولم يأمره بقضاء الصلاة وإعادتها عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم بهذا المراد من هذا تحذير من الإسبال، وأنه شيء طبيعي ينبغي فيه الحذر من تعاطيه، ولا سيما في الصلاة. ثم يعلم الخياط وينكر على الخياط، ما يعطيهم تحت الكعبين إلا إذا كان القصد أنه يرفع يحط تحت الكعبين ثم رفع يبي إلى غسلة، قد يشمر بعض الخرق إذا غسل يشمر ويرتفع، إذا كان فيه إرفاع أطلقوه حتى يكون مناسبا بعد ذلك، إذا كان القصد هكذا فلا بأس. المؤوين ثم يرفع يخبل يرفع، فإذا احتاج إلى إطلاقه أطلقه بشرط لا يزال عن الكعب. هذا خياط إذا وافقه يصير مأثوم؟ على كل حال الخياط ما يدري، إذا كان الخياط يعين على الإسبال ويقول نبي يسبله يمكن آثم، أما إذا كان ما يدري فليكون يبي خيطه يرفعه خبله حتى يحتاج إلى الخبل.